جاهز؟ التخلف اللي حصل ده. يا عشرة الجيمرز، عاملين ايه؟ معاكم حسين في فيديو جديد على مصر ترايب، والنهارده ان شاء الله هنلعب مع بعض اول لعبه مالتي بلاير على الشانل بتاعتنا، وما لقيتش بصراحه احسن من لعبه التيكس تو، فالنهارده ان شاء الله هنجربها مع بعض، وان شاء الله الفيديو يعجبكم. يلا بينا. روز هاني، يو نو وي لاف يو رايت؟ يا اند سام تايمز ذات مينز ذات وي هاف تو دو ستف ذات ازنت اولويز فيري فان. What we're trying to say, darling, is that, well, دفعنا نهطل. Mom and Dad. بيقول لها على الطلاق وبيقول لها fun. Decided to go our separate ways. عبيط يعني. عارف انت الميم بتاع تامر حسني؟ هي اتصدمت. Can I come play in my room? Yeah, of course. Sorry. البنت غلبانة كده والله، غلبانة قوي. Dr. Hakim, you have to help me now. دكتور حكيم. They have to stay together. Look. It says here, love is work, see? ليه حتى لو حتى الحب فرهده؟ ايه الكتاب ده اصلا؟ جه منين؟ بيقول لك love is work. وليه طفله يبقى معاه كتاب زي ده؟ مكتب عملاق. وايه جو العناد ده؟ الموسيقى الساحره الشريره. هي بداية القصة، الدموع دي هي اللي بدأت كل حاجة. مش بقولك عبيط، ده المفروض أبوها تحوله بقى. تحوله بعد ما عيطت، الدموع هي اللي حولتهم كده يعني. ده انت راجل مبالغ فيك. متخلف. هي عامله شعرهم كده ليه؟ واحد اخضر وواحد ازرق. الالوان فعلا مش منطقيه خالص. مزعجه قوي. Why do you look like a blob of clay? Why do you look like a wooden doll? Look. Yes. ده مين ده؟ Thank you. دكتور حكيم اللي قاعد بتقول عليه. Dr. Hakim, worldwide bestseller and an expert on love. Your daughter purchased. هو ليه شكله متحرش كده؟ هي ليه صغيرة أصلا جايبة كتاب عن الحب؟ أنا بقول لك أنا مش فاهم. أنا مش فاهم. هي أصلا بنتي صغيرة بمعنى النوع ده من الكتب يعني، مش فاهم. وليه شكله متحرش كده؟ ليه كتاب يبقى شكله متحرش؟ معتوه. هي راحت فين دي كمان؟ ده لما بتموت يعني؟ مبالغ فيه قوي يا ابوها ده. اوكي مستر بوك. حكيم يا عم. كودي مي. You're here to fix your relationship. We just fixed it. ثيرابيست ده ولا ايه؟ ده كتاب وثيرابيست بعد الظهر. No. I will help you fix your relationship. Chapter 1. Fix your relationship. Plus, I promised your daughter to fix your marriage. See, love is like a mountain. Oh, look, like a river. May, it's Rose. هي الغدارة اللي عملت فينا كده. سايبينه عمال يهري. أيوة بص الكلام ازاي. You know what I'm saying? Hello? ما انت اللي هراي برضه، ما زهقوا منك. حلو الجو ده. يبقى ده ليش؟ اوعى انا عايز اكسر الازاز ده. حاسب كده، حاسب كده، حاسب كده. يا عم يلا يا عم، هتسيبني متشعبط كده؟ تعالى نتشعبط يا عم. اسحب. ده ايه الجو ده؟ ايه ده؟ دي لمبة؟ I
اللمبات الموفرة. We can't lower that staircase without those fuses. The fuses, يا عم مش لومات. Fuses? إذا بجد. شكلها لمبة. سمع عمين زي اللمبة كده بس هما فيوزات. Worry about that later. Let's just bring them back. يلا بينا. خد انت اللي على اليمين دي. أنا بقى ماشي. إيه. الله. فين التانية بقى؟ Don't you feel weird? I mean, made of wood? يلا يلا انا وقعت حاسب كده كده طب جام فاوند طب القصه لا لا بنطلع ازاي اهو اوكي حلو ده انا متخيل بالتو سكرينز دول خد يلا انا حاسس ان انا تايه من نفسي مش عارف انا مين بس الله توقعت الله نديها داش ودي هلا كراوتش هولد دي بتزعل يا ولية هو معمول مسلسل بيقول لك باك فين بقى كده ايه ده مش بيسبرنت ليه ايه ده ايه الصوت ده مش بيسبرنت عندي ليه اهو مع بعض تقريبا استنى يلا جاهز واحد اتنين تلاتة يا ابني اكس و ايوه استنى حلو اهي لا وات ايه ده وانا المفروض نجري على البتاع ده صح انا ليه نطيت كده اها او بوب خلي بالك ايه ده ايه هو وقعت ولا ايه يطلع ازاي غالبا هنجري لسه وراك بحبه يعني هوبا الحمد لله تقريبا لازم الله يبارك لك ايه ده انت استغلني استنى ايه المفروض كده بقى ايه ده في كهرباء حوارات ايه ده اهو الفيشه اهي حسب كده الله عليك الله عليك فنان يا ابني امسك بقى امسك يلا هوبا الله الله شفت المراجيح انا ببص ربي. عندك انت يلا بينا والله اهبل يا تافل يا تافل يلا بينا ماشي سلم نزلت عين جامده اللعبه الصراحه جامده حكيم عم حكيم ده انت رزل يلا يا بارد انك بارد بايخ لا ده حكيم يا اختي يا بنت هي مش شايفاهم ازاي كده حكيم بقى السمكة دي ايه ده دي غسالة ولا ايه ايه ده لا دي مكنسة ايه المكنسة العجيبة دي هي متعصبة ايه ده هو عارف البادروم تقريبا صح حاجة كده يعني مش عارف الحتة دي شكلها عجيب شوية ده مخزن ده ولا ايه شكله مخزن هو في حاجات مرمية ملهاش اي لازمة بص ده عايز ينتقم عنده مشاكل في الهضم هيرجع قذر ايه
يعني ايه امال بيكل يكلوا ايه مش فاهم. ما بص هيطلع حجر في البتاع ولعبه و... طب ما طبيعي انت هتكنس هتطلع الحاجات دي في المكنسة عادي يعني. ما متأزم ليه؟ هي مراته شغالة ايه؟ عاوزة بقى بلحبة زلطهم هيتفهم. ده الفاكيوم ريلم يخرب بيتك يا عم. ما تخلص بقى. Want to talk to your daughter? Yes. Then you need to climb the vacuum together. Oh, come on. Why are you doing this to us? Because you two must learn. That's not our strong point. هيفضل كل شيء يقطع كده بكده مش هيقطع ورقة مش هيتفضل حاجة كده. بص هو ده انت مريب جدا. أستا لا فيستا يا أخويا. ويرد جدا يعني. أوبا أوبا هو بيجري كده ليه؟ استنى بص 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 أيوة بص بيجري زي أوبا. الله علينا الله. أنا عايز أفهم برضه هو بيجري كده ليه؟ بص ليه بيفرد دراعاته كده؟ بص بص اللي هو إيه محدش قدي. ده احنا رايحين فين؟ دي هتشخطنا برضو. الله ده غباء ده. لا كده في حاجة ده ايه ده بقى؟ ده هنا لازم حد يمسك. ده النشافات. انا هوجهك. خش الله يبارك لك. لا استنى الله يبارك لك. اطلع. ايوه طبعا انا اشوف اها لما اخذ بس وقعت ازور. او ايه اللي حصل عندك؟ وقعت تاني. انا هيفضل يغرق بقى مننا. عمال اجري اصلا. يا عم انت يا عم مش يلا يلا يا عم. ايوه جدع. لا 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 يا بنت ال الحاجات اللي بتطير دي. يا عم نط يا يا ميرفت. يا ميرفت يا دي النيلة. يلا بينا. يا انت بتعمل ايه انت؟ مش عارف في حاجة مش مظبوطة. يا لا 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 ارجع. يعني وانا مرة منها ومرة عديها. اخلص بقى كده. ايوة الحمد لله. اتقل بقى كده اتقل. الحتة اللي جاية دي ده في صرصار. فين فين الصرصار؟ حد هي هي هيركب التنين المجنح ده الناحية التانية. ماشي. لا العكس يا ابني العكس. انت اللي هتدخل من الناحية دي. استنى طيب. دوس. اتقلبت بقى كده. اركب بقى. يرفع حصان. حاسب كده. انا عملت ايه؟ ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ انا مش في حاجه. في حاجه طلعت عندك بجد؟ انت شايفها؟ فين ده؟ منزلها. ايه دي؟ ايه دي؟ ايه ده؟ انا جيلك يا ايه ده؟ ماشي. دي حاجه هتودينا في حته ما يعني فين مش عارف بس يعني. ايه الرولر كوستر اللي دخلنا فيها دي؟ هو لو دخلنا ايه اللي هيحصل؟ هتتفرم كده. هتتفرم. الله اكيد طبعا يعني. ما بتفرموش. استنى مش محتاجة ذكاء يعني. مش محتاجة في انت فين بقى؟ تبقى المفروض تعمل بقى حاجة عندك اكيد. لازم تعمل عكس المروحة. هو اصلا المروحة ده اللي بيحركها. يا ابني يا ابني هتتفرمني. يا عديت. لا طب ايه بقى هنا؟ ايه ده؟ عملت ايه؟ لازم امسك كده هناك تقريبا. اصبر ده بتكهربني. ايه ده؟ حلو ده جامدة. حلو الكلام ده. شفت بيقول لها ايه؟ بيقول لها كان يستاهل الكهرباء دي.
هو اصلا مش ناس كهربا، هو اصلا مختل عقلي. طب هو الواحد لو ما دخلش في البتاع هيحصل ايه يعني؟ مثلا فري فول. انا وقعت. شكرا. فري فول. فري فول. هو انت بت 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 بتدايركت الكاركتر وانت بتطير في الهواء، ولا هو بينزل المفروض لوحده؟ هو تقريبا المفروض بيتوجه، بس انت لو حسيته مش متوجه قوي يعني المفروض بتظبط له اتجاهاته. اظن هو باي ديفولت اصلا يعني متوجه. جامده قوي زاويه الرؤيه كده من بصراحه اللعبه جامده جدا جدا هي بصراحه، متعوب فيها، والجرافيكس جامده كمان. فكره خطيره يعني. الجرافيكس تحفه على فكره. ايه ده، هو انا بعمل ايه؟ والكاركتر ديزاين حكيم ده اعتى مريب جدا يعني، يخوفك كده بجد فعلا. ايوه اللي هو انا خايف اسيب بنتي مع الكتاب ده. لا توقف. لا وهي اللي بتقوله تايم يور جامب. لا ما انا هي عماله تفتي وهي وقعت اصلا. لا ده لا كده كده ده ضحك ده. الحمد لله كنت يعني فاهم انا مسكت على ايه، على الطرف اصلا. انا وقعت عشان برضه كنت بجري عشان ابطل العاده دي. الجلاله بتاخدنا بس. يلا هو ايه اللي ممكن يحصل هنا؟ مش فاهم انت بتعمل ايه. معرفش، هو انا مش فاهم المفروض بحرك دي. انت حركها كده. طب بعدين؟ طيب وبعدين؟ انت هتقع تقريبا قبل ما توصل صح؟ يا ابو مت بقى. لا وصلت وصلت. طب في ايه هنا بقى؟ طب وانا يعني انا ايه هعمل ايه؟ اهو اللي بيحصل. في حاجة حصلت عندك كده؟ هي شغلت كده لوحدها. بقت اوتوماتيكلي شغالة. وصلت لها كهرباء. يا دي النيلة. يا جدع. وايه ال سريع قوي يا عم، حطها شوية من عندك. ايه فيش فيه؟ ايوه اتقل بقى كده. هو ايه المفروض نعمله هنا؟ اصبر لما اجي بقى كده. ايه ده؟ انت محتاجني فيها. ايه ده؟ ايه الطبلة دي؟ مش عارف، انا ضربتها. اصبر انت على طول. مش فاهم. دي بتقلب المروحة فوق وتحت يعني. بالظبط. اوكي ماشي، وانت هتعدي يعني؟ ربنا يستر. الله يبارك لك. لا مؤاخذة يا ابني، ما اصبر. خلينا نكوردينيت. انا المفروض طب استنى. ماشي جاهز؟ لا قولي لما تبقى جاهز تنط، ما تجودش. يلا. واحد اتنين تلاتة. طب بس انت كده تحت السليم كده. تعال انت بقى كده. انت تسويني. يلا عادي. يلا شفت انت اللي بتستهبل ازاي؟ استنى يلا. عادي 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 عادي. يلا. ايه ده؟ مش فاهم. ايه الحاجات اللي بتطير؟ ده بيتف يا عم، ده ايه القرف ده؟ احنا كل ده جوه الغسالة ولا احنا فين؟ دي مش الغسالة صح؟ تهطل يا ابني. لا غسالة ايه يا ابني؟ مش عارف، بس هي تفتنا في حتة الغسالة وما اعرفش احنا فين من ساعتها الصراحة. ما هي بص في شيبس اهي، امال احنا فين كده؟ في دواير كتير كده، مش فاهم ايه الغسالة. انا بقول لك ريل من الغساله، الريل بتاع الغساله. ايه ده؟ واركب الحنطور واتحنطر ديريجن ديريجن. يا ابني ما انت بتطلع لي نفس الحته. يا هطل تعال انت اركب التنين ده. استنى حلو الركوبه دي. اطلع بقى فوق. لا يا عم، مش معنى انت بتلعب، عايز العب انا كمان. يلا يا عم. لا اله الا الله. انزل يا عم على انزل على الحصان. يا ابني خلاص يا ابني. ايوه رفعت مايكل. طب انت ايه اللي بيحصل ده؟ انت ايه اللي بيحصل؟ هو البريمير فيه تيت ولا مفيش؟ لا
عشان عايز اشتم بس. لما هو بيحصل ماشي مش ده اتسحب انا و طب انا استفدت ايه؟ انا كده استفدت ايه؟ ايه ده؟ والله ما فاهم. مش فاهم ايه البتاع ده؟ انا بقول لك انا كده استفدت ايه؟ هو ليه بيديله بكرشه كده؟ بص 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 ايه ده؟ ذاك الشيء اتاك في ايه ده؟ ده العلبة دي فيها حاجة. ايه اللمبة دي احنا قلنا نعمل بيها ايه؟ في حاجة هنا. ايه ده؟ انا فين؟ العلبة اللي مع نفسها دي في حاجة جوه. ده نط اهو شفت؟ اه ايه ده؟ في حاجة جوه تقريبا حشرة كده كده. استنى بص بص بتكريب اهي لما شايف؟ اه ايه ده؟ ايه ده؟ ده دي نملة دي ولا ايه؟ لا مش مفهومة اصلا. ودي لازمتها ايه برضو زي الكشاف اللي فات يعني؟ ده انا كده يعني هزار يعني. اه استظراف. رحت فين؟ دخلت في ال قطاع. لا لا اخش في الماسورة اخش في الماسورة. ايوه هي دي. انا بس كنت بلف لها الماسورة. ايه في ال في البتاع؟ اه تمام. اه ما مراجيح مكنسه تقريبا من اعدي ضربها لك. اروح انا يلا ماشي جاهز يلا جدع. لا مؤاخذه لا مؤاخذه اتقل اتقل لما اقول لك يلا ماشي يلا بينا. بس بقى نط بقى ونخلص نفسي. فايند كودي فايند مي اعمل ايه يعني؟ مش فاهم. هو هنا في حصانه ف اعمل ايه؟ ممكن اهي. طب ودي هتفيدني بايه اصلا البتاعه دي؟ مش فاهم. اه اهو اهو في بلاتفورم. استنى ماشي الف تاني الف تاني مش واخد بالي منه. الف تاني يا عم. ايه بس 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 يابا ما بلفها على طول. هو البتاع بيجري. استنى بقى عليا واحده واحده عليه. بس 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 يلا بينا. طب ما تلفني هفضل واقف خليك قاعد كده. نط على طول. ايوه جدع تعال هنا بقى. انا كنت هقع وقعه. ايه ده وانا رايح فين؟ لا ماشي ده ايه ده؟ انا كنت هقع نفسي بقى. دوس على الزرار كده. ميرسي جدع. ميرسي. بص هو المفروض قشطه ماشي ازيك يا ابني. بس بسرعه على ال روح بسرعه على الحصان ماشي. بص انا بقالي نص ساعه نص ساعه في البتاع. لا خليكوا على البلاتفورم شويه كده اصبر. اجري بقى لا مؤاخذه كنت بلاش بالغلط. ما جاي اهزر يا عم. انا قلت معلش اصل ده اشتغل بالاوفر. يلا يا عم بقى تعبتني معاك. طب استنى يلا جاهز. التخلف اللي حصل ده. تعالى مكاني. طب يا عم ونبدل. انا تعبت. يلا لا اصبر اصبر اصبر. خش بقى بسرعه. بس يا عم سهله. الله الله الله. بعدين بقى في قلبة المعدة دي. اه ايه ده؟ ايه ده وانت ماسك ايه؟ انا مش هنا اصلا. مش عارف. بص هو في هنا ايه؟ دي بتتزق وانت لازم انت اللي تزق البتاعة دي. الزتونة دي. اه إيه بعت لك اهو الزتونة. بعت لك الزتونة. ده زيتون؟ زيتون ايه؟ ابعت كده تقريبا لازم دي. يا نهار ابيض انا نطيت جوه البتاع من غير قصد. انت بتعمل ايه يا عم؟ استنى يا عم انا مش فاهم. اه الزيتون ده انا بشفطه بقى. استنى عمال اشفطه. الزيتون ده الزيتون مأخلي يا عم. هو بص فاضي في النص شايفين يابا. ما تنشن عدل بقى وانا مش هطلع. يا عم الحصان ده مستفز يا عم. يا عم اخلص يا عم. الزيتون هيخلص كده. ده هو ربع كيلو كله اللي جايبينه ما. خلاص خلص الزيتون اهو.
كده احنا كده مش خلصنا ولا ايه؟ مش ده غبي كنا بنعمل ايه اصلا؟ مش عارف تقريبا لازم تنط على البتاع ده ما خلاص كده انا إيه؟ بقى ادخل انا بقى جوه ولا مش فاهم لا ما اعتقدش لا 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 احنا حشرناها زي تقول نط على الحصان ده ايوه على البتاع اهو عجيب عم صحصح معايا كده هو احنا كل ده عشان كنا نحرك انا وده ما كنتش عارف احنا بنعمل ايه اصلا يلا بينا ده دامبل ده ولا ايه شكله دامبل ايه ده اللي احنا فيه ده الغشيم هو جه في اللعبة الفيلم بتاعها مكنسة ده يخرب بيتك يا حكيم ومين هيشهد العروسة ده جاي يهدي النفوس حكيم على وسطه في حاجة غلط ومن غير منطقية وبعدين هيعمل ايه هيشفطهم ده ده بوس فايت الله ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده الله الله ده بيتف ايه ده وبعد هذا العبط الغريب اللي حصل في الجيم دي يا رب الفيديو يكون عجبكم وعرفوني رايكم تحت في الكومنتس وانتظروا ان شاء الله الفيديو اللي جاي والسلام عليكم.